أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الرد على الصوفية وغيرهم ممن يستدل بزيارة أبي هريرة رضي الله عنه لجبل الطور، وهو رضي الله عنه راوي الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ قال له بعض الصحابة: لو أدركتك قبل أن تذهب لمنعتك من هذا. وروى له هذا الحديث. فإذا خالف الصحابي، إذا خالف الدليل فإنه يعتذر له ولا يؤخذ باجتهاده، هذا اجتهاد. نعم. ولم يشرع لنا الذهاب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى، مع أن الطور شريف وأقسم الله به، والطور أقسم الله به لأن الله كلم عليه موسى عليه السلام، لكن لم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.